العبيدي راه ما فسخش العقد نتاعو ما قدرش يفسخ العقد نتاعو طلب عنده شيكات عنده مستحقات ما خذوهمش من عمنيول طلبهم بالكونتر سليم ودراجي فسخو حركة مستغربة من اللاعب مازال باش يواصل في النادي الافريقي ما يتلقاو حلول بالنسبة للدراجي و معناها الزوز الدراجي معناها صارت اشكالية معاه دونك مشى ديريكتومون للحل هذا بالنسبة لبن عثمان بن عثمان شنو تحب نعملو نحنا جبناه احتضناه ما تنساش كي نقولو سليم بن عثمان سنذكرو سليم بن عثمان فهمتني دونك ولدنا نحب ولا نكرهو ولدنا احتضناه مالورسمون المدرب الاول ما لعبوش ثاني ما لعبوش ثالث ما لعبوش تحب تعمل زملائه هو فرد وضعية في عدم الخلاص هو زملائه معناه الكومبورتمون نتاعو هذا ملا اللي عنا 25 جوار يمشيوا كلهم يشكيوا ويطالبوا بفسخ العقود نتاعهم ثم ابارتونونس انا نحن خسرنا له ولد النادي الافريقي ولد سليم بن عثمان وولدنا يظهر لي النظره ما كانتش متبادله على قلب علاش فما فشل في التعامل مع القضايا سليم كما قلت هو ربح القضيه وفسخ عقده وسام دراجي كيف كيف اسمعني هذوما ديما نعود لك رام قضايا في طور ابتدائي مازال الاستئناف راه ماهمش في طور نهائي. نحكيو تعمق على الابتدائي حتى نجيو الاستئناف. على... لا 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 ما هو ثم القواعد القانونيه راهي تتغير. خاطر توا القواعد القانونيه باش نمشيو بالقواعد القانونيه التونسيه باش نتعداو لجنه النزاعات لجنه الاستئناف ان شاء الله تصلح الامور ما كانش بعد باش نتعداو للتاس. اللي القواعد كي تبقوا القواعد نتاع الفيفا ما نحبش ندخل توا الملفات هذوما ملفات. كي نطبقوا القواعد العامة بتاع الفيفا قد تربي الملفات ما نفهم شنو اللي تربح.